السلام عليكم. الدرس الرابع من دورة البايثون. في هذا الدرس إن شاء الله حنتناول التوابع الفانكشنز. أول شيء حناخد كيفية كتابة التوابع بالبايثون. بالبايثون في عنا نوعين، طبعا مثل أي لغة برمجة الغالب هيك، عنا نوعين من أنواع التوابع، نوع بيعيد قيمة ونوع لا يعيد قيمة. اللي بيعيد قيمة بنسميه fruit for function، يعني تابع مثمر، واللي ما بيعيد قيمة بنسميه void function. كيفية كتابة التوابع، أول شي بنكتب ديف، بعدين اسم التابع، بين قوسين بنحط الأرجيومنتس الوسطاء اللي بدنا نبعتهم للتابع، بعدين نقطتين، بعد ما بنكتب statement، بعدين return value. خلينا نشوف هالشي، نكتب برنامج. هنكتب تابع بسيط، التابع هو عبارة عن برنامج بيعد لي صح أو خطأ، هبعت له أول شيء أنا عددين، وبرجع لي true إذا كانوا بيقبلوا القسمة على بعض، وبرجع لي false إذا كانوا بيقبلوا القسمة على بعض. x y نحط شرط أول شيء، if x باقي القسم الصحيح على y يساوي الصفر، طبعا إذا كان باقي القسم الصحيح يساوي الصفر فحيكونوا قابلين للقسمة على بعض، فنحط return true. وفي حال كان شيء مو مظبوط، يعني الباقي قسمه صح لا يساوي الصفر، ف return false. طبعا برنامج كتير بسيط ننفذه. صح، نحن ارتكبنا غلط هون، انه نحن ما دخلنا قيمة ال x وال y، نحن ما عملنا call لل function بقلب المين. فنفترض نعطي نحن ولنفترض حنبعت له الأربعة والاثنين. طبعا بهي الحالة في شغلة كتير صغيرة، نحن هون استدعينا التابع بدون ما نعمل أي طباعة على قيمة الخارج، فبالتالي حيتنفذ عندي البرنامج وما حيطلع عندي أي نتيجة، فبالتالي لازم نحط علامة برينت لحتى يمشي الحال. بننفذ التابع، طبعا لي ترو. طبعا برنامج كتير بسيط، بس لنشوف آلية كيف عمل التوابع. طبعا هون ملاحظ، هلا اول شي ناخذ الفويد تابع ما بيعيد قيمة، خلينا ونفترض تابع اسمه كومب بيعمل مقارنة، اول شي if x اكبر من y print x أكبر من y. ال if x أصغر من y فprint x أصغر من y. else print x equal y. طبعا بالاستدعاء تابع، اول شيء comp، خلينا نبعت مثلا 2 و1، فاتنين هني x والواحد هي الواي. نحفظ البرنامج وننفذ، طبعا طلع لي ان الاكس هي اكبر من الواي.
في شغلة كتير صغيرة بحب أنبه عليها، موضوع إنه تابع اللي بعيد قيمة لما بدي استدعيه أو بدي يطلع النتيجة، ففيني أطبعه، يعني فيني أطبع نتيجة هذا التابع، مثل قبل شوي إنه brand is divisible وبعتنا الأرجيومنت، فبقدر أطبع النتيجة أنا داير من قلب المين، فبالتالي بحط brand أو بدي أحفظ قيمة الخرج اللي عم بترجع، قيمة الريتيرن فاليو. اما بالتوابع اللي ما عم تعطي قيمة فما فيني انا والله احط، ما بترجع قيمة، ما فيني احط مثلا اكس تساوي كومب او وليكن زد تساوي كومب، لانه بالاصل هذا ما بيعيد قيمة. هلا اذا بنلاحظ، خلينا نعمل تجربة صغيرة، خليني احط برنت كومب نشوف شو بيطلع معي. حيطلع معي نون، شايفين كيف؟ ليش؟ لانه بالاصل هذا ما بيرجع اي قيمة، فبالتالي حتكون القيمة المعادة هي نون. هلا الموديول في البايثون، في عنا شيء بالبايثون اسمه موديول، شو هي؟ هدول ملفات بقلب منها توابع جاهزة، يعني تشبه اللايبراري بالسي بلس بلس وبالباقي اللغات. هلا اشهر موديول موجود بالبايثون هو الماث، نستخدمه كتير. هلا بنجرب كيف نستدعيه ونجرب بعض التوابع بقلبه. في عنا كمان موديول خاص بالسترينج، بالسلاسل المحرفية، حنشرحه بوقت ما نعطي السترينج لاحقا ان شاء الله. طبعا اذا بدي استخدم اي تابع من الموديول لازم استدعيه بالاول، مثل اللايبراري بالضبط. ففي عندي طريقتين للاستدعاء، اول طريقة هي نكتب import بعدين اسم الموديول، وتاني طريقة بنحط from math from اسم المكتبة بعدين import نجمة. شو يعني import نجمة؟ يعني استدعاء كل شي توابع، او في نحط اسم تابع. حنعطي مثال كتير صغير. هلا اول طريقة قلنا نكتب import math، تمام. هلا بهي الحالة اذا بدي استدعي انا البي اي اللي هو احد التوابع الموجودة بالماث، برجع لي قيمة البي اي اللي هي 3.14. هلا اذا كتبت له انا بي اي على الحل حيطلع لي ايرور. لازم اول شيء بهي الطريقة بالاستدعاء import math على الحل، لازم اكتب اول شيء اسم الموديول دوت اسم التابع اللي بدي اياه. شايفين كيف؟ هلا تنفذ معي. بينما بالطريقة الأولى الثانية اللي قلت لكم عليها، بنقول from اسم المكتبة أو اسم الموديول اللي هو الماث import نجمة. شو يعني import نجمة؟ مثل ما حكينا إنه استدعي لي كل شي توابع موجودة عندي. هلا إذا ما بدي استخدم كل التوابع فيني أحط أنا الـ PI على الحل، بس أنا هلا لا حجيب كل التوابع بدي إياها أنا لازم. هلا فيني أكتب PI، بنلاحظ انه طبع لي اياها. هدول طريقتين باستدعاء الموديول كتير مهمين، لازم نعرف كيف. اول شيء اشهر توابع الماث عندنا الساين، الكوساين، تانجان، البي اي، الاس كيو ار تي اللي هو الجذر، اللوج، الاكسبوننشال اللي هو الاس. طبعا اذا بدي اطلع انا جميع الفانكشنز الموجوده بموديول نكتب هي التعليمه دير، وبنكتب اسم الموديول اللي بدنا نستدعيها. هناخد مثال كتير بسيط هنطبق هالحكي. الاول شي في عنا مثلا sqrt 4 رجع لي قيمة 2. هلا اذا بدي اعرف انا كل الموجودين، كل شي توابع موجودة بالماث، حط دير ماث، طلعت لي كل التوابع الموجودة بالماث، ساين ساين اتش وهكذا. طبعا فينا نستكشف ونشوف الشغلات اذا عاوزينها منها او لا. هلا في عندي بعض التوابع الجاهزة الموجودة بالبايثون نستخدمها، مثل توابع التحويل بين المتغيرات. يعني انا اذا بدي احول من السترينج للانتجر، طبعا اذا بدي احول يعني شغلات قابلة للتحويل، يعني ما فيني والله احول احرف لانتجر او فلوت، لا، بدي احول مثلا string بقلب منها ارقام لانتجر او فلوت،
وكمان بالانتجر في نحول الفلوت وفي نحول الاس تي ار بالضبط، وفلوت كمان نفس القصة. خلينا نجرب مثال بسيط. مثلا اس تي ار، طبعا هون في نحول اي قيمة بدي اياها، يعني مثلا في نحط 12.0، شايفين صارت عندي 12.0 على شكل string. نفس القصة اذا بدي احول مثلا لفلوت، فيني احط عدد صحيح مثلا 12 طلعت لي، او فيني احط string، يعني فيني اكتب 14، هي اخذها هو هون على اساس انه هي string، شايفين كيف؟ هذول التوابع كمان بيفيدونا كتير اذا بدنا نعمل برامج رياضية، او يعني لهم استخدامات كتير حلوة. هلا العودية الريكيرجن، طبعا العودية نحن كل اخذينها، بس هون بالبايثون يعني تقريبا ما تختلف شيء عندنا غير باللغات، نشرح عنها شوي. اول شيء تستخدم خاصية العودية في البايثون لتبسيط المشكلة البرمجية لأجزاء يمكن حلها بتكرار الكود البرمجي عدد من المرات وصولا الى حالة ابتدائية معروف حلها مسبقا. يعني الفكرة بالعودية كلياتها اني اجزئ المشكلة الكبيرة اللي عندي لاجزاء صغيرة، هيك لحتى اوصل لجزء انا بعرف حله. بهي العودية كتير بتفيدنا بتبسيط المشاكل، بتحل كتير مشكلات رياضية ممكن حلها بغير طريقة العودية. ناخذ هلا خطوات كتابة اي تابع عودي. اول شيء مثل ما حكينا تبسيط المشكلة البرمجية الى ابسط شكل ممكن، بحيث يكون حل هذه المشكلة معروف مسبقا. يعني بسط المشكلة البرمجية اللي عندي الكبيرة او المعقدة، هيك لحتى تصير مشكلة كتير بسيطة انا بعرف حلها. اثنين، تعيين حالة ابتدائية، وذلك بإيجاد حل المشكلة البسيطة التي توصلنا إليها. يعني في شيء اسمه حالة ابتدائية، هي الحالة الابتدائية لازم أنا لما استدعي التابع عدد من المرات داخل بعضه لازم أوصل لحالة ابتدائية. هي الحالة الابتدائية أعطيه قيمتها يقوم رجع لي إياها فورا. هلأ بنشوف مثال كتير بسيط. ثلاثة، تعيين شرط إيقاف، مثل ما حكينا إمتى لازم إمتى لازم يوقف هذا هي العودية، لازم توقف حتى يوصل للحالة الابتدائية. فهدول أهم شغلتين عندنا بكتابة أي تابع عودي، إنه غير تبسيط المشكلة أهم شرط شغلتين لازم أكتبهم بالكود، هي الحالة الابتدائية وشرط الإيقاف. خلينا ناخذ مثال كتير بسيط. هناخذ مثال تابع الفاكتوريال اللي هو العاملي. أول شغلة قبل ما أكتب الكود لازم نعرف العاملي شو، كيف نحن بنحله. بنحله انه اذا عندي n عاملة مثلا، هي n ضرب n ناقص 1 ضرب n ناقص 2 وهكذا لحتى توصل لعند الصفر. وحالة الصفر نحن الصفر عاملة شو هو؟ هو الواحد. فبالتالي انا في عندي فيني اكتب شغلة صغيرة، هي مو من طريق الكود بس بدي اكتبها مشان الشرح. ال n عاملة شو بتساوي؟ هي n ضرب n ناقص 1 عاملة. فهي هي الفكرة اللي بتخليني افكر انه شلون بدي اكتب انا هذا التابع العودي. انه ال n عاملة اللي عندي اياها هي ال n نفسها ضرب عاملة الرقم اللي قبله. فمن هي من ها من هذا السطر بعرف، يعني صرت اعرف كيف بدي اكتب الكود تبعي. لهيك بنصح انه قبل ما نبلش باي برنامج نقعد نحط الورقة، نقعد نكتب كيف نحن بنحل هاي المشكلة بإيدينا، بعدين نفكر كيف نحطها بكود. يعني أنا إذا ما بعرف حل هاي المشكلة بإيدي كيف خطواتها، فما حقدر أكتب الكود. قد ما جربت حاول حيطلع معي الكود آخر شيء ما حيشتغل. ففضل أنا أي مشكلة برمجية بتواجهني حطها وأعرف أنا كيف بالأصل أنا بحل هاي البرمجة، كيف حل هاي المشكلة بشكل يدوي، ساعتها بعرف انا كيف حلها كيف حط الكود لحل هاي المشكلة. خلينا نبلش بكتابة هذا التابع ديف فاكتوريال. طبعا حياخد وسيط واحد اللي هو الان. اول شيء بدنا نحط شرط الايقاف مع الحالة الابتدائية نفسها، هو if الان يساوي الصفر فريترن واحد.
وإلا فريتيرن إن ضرب فاكتوريال ال إن ناقص واحد، مثل ما كتبنا قبل شوي ال إن عاملي هي عبارة عن إن ضرب العاملي لل إن ناقص واحد. طبعا هون كتبنا الكود، هلا كتبنا التابع، خلينا نستدعي. خلينا الفاكتوريال للخمسة مثلا، او خلينا للعشرة، رقم كبير شوي. كنترول اس، خلينا ننفذ تابع. طبعا مثل يعني وقعت بنفس المشكله اللي قلت لكم عليها، نفس يعني هدول الاخطاء لازم نتعلم منها. انه هون ليش ما طبع لي نتيجه؟ لاني انا بالاصل ما عملت الا برينت، هذا تابع بعيد قيمه، فلازم انا اطبع هي القيمه اللي عم يعيدها. ما في عندي انا طباعه بقلب الكود، بقلب التابع عندي. نرجع بننفذ، طبعا طلع لي هي نتيجه فاكتوريال للعشره. هذا كل شيء لدرس اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا. نلتقي بالدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.